واش الدراري مهم بقيت غنغبر عليكم واخا عندي امتحانات قربوا بقيت غنغبر عليكم دابا الدراري حير شغل البس بحال هكا الا كاسكيطه غندير عندنا جينز اخو الجينز وعندنا ماي فيتنس بوتيك ماي فيتنس بوتيك الدراري علاش حيت ضاربين سيرفر ديال ماي فيتنس بوتيك دونك نخليو داكشي ماشي ولكن ديما ما كاين غا الجينز اخو الجينز سوري الدراري كيما غنعاود الناس اللي جات في البلوغ للناس اللي ما شافوش سنابات اللي قبل ماشي سبونسور ديال ماي فيتنس بوتيك غير فريند اوف ذا براند يعني صديق ديال الماركه وصديق ديال السات مول الماركه وكيعجبوني لي برودوي ديالهم لحد الان anyway وبالنسبه للسترينغ الدراري ما فيتنس لا ماسك فيتنس فاكتوري ما درين زين النوع ماشي يقول منافق ولا شي لعيب انا كنخص هذاك الشيء اللي كنرتاح فيه كنتريني به ما عنديش مشكل مع لي سبونسور داك التخربيق هذا ما كاين اليوم الدراري ندير تشالنج انا ومهدي السلاك نتوما غتشوفوا شو مهدي السلاك واش خويا كاين شي داك ايزو 100 ولا السبع راه كيبقى السبع ديما واو مهدي جا الدراري المهم قلب قلب شنو بلا اليوم قلب شنو بلا شنو هو قلب شنو بلا اليوم التشالنج اليوم غنشوف الدراري مغربي مع مغربي خليني نبكي ديال ايزوسو فرقعوا في التشباش بري بنش بري انا نشوفو ما عرفتي فرقعني ما عرفتي ولكن فهمتي ديما تخرج العيني كتنفع المهم بنش بري تي ديفلوبي كوشي هي سميتها بالعربية دريزة صدر صدر ابار سا الدراري انا ضارب روبا هو الفطور ودابا ضارب سكوبونس ديال الاليت اني واي ومازال غنضرب جوج بنانات انت اش ضارب؟ ضارب روبا وعندي بنان والواي يعني كيتحداني دابا كيتحداني الدراري باغي ماشي مشكل هذا ما كان دابا الدراري حنا غنتحركوا نهزوا زكريا الفوتوغراف ديالنا من تما غنمشيو نشدو السون لاصال وندخلوا نديروا ايش فرقعوا الصدر ونديروا الكيز اخويا الكيز وزكريا غيعجبوش الحال دابا الدراري خويا عرفتي غيطفو خاصني كابلي والله ما كنضحك صيفطت لك ميساج في ميسنجر وما جاوبتيني والله الدراري والله تاع الله يا زهر كاين زيد تاع الرجوله المهم هذا هو الكارونتي باش غنفلوكيو لكم الدراري حتى يفو غيطفى المهم الدراري شي الا كانوا الطوموبيلات كيمشيو بليسانس بنادم كيمشي ببنانه وقهوه راه واحد الناس اللي مجربيناش واخا تكونوا مكترينين واش جربوا لك تغادي للمدرسه كنت تديري مع شي ساطا المهم شي حاجه غديروا فيها شي لعيب جربوا البنانه وقهوه الدراري المهم ما صور لا كي عنده ايسونس خويا طوموبيل سواري ايسونس عليه هو مهدي بدا كيخاف الدراري قال لكم الحال غيضرب معايا تشار نيكا غنضربك نضحكوا الدراري ما قال كنقادوا البروغرام كنقادوا البروغرام كيفاش غنديروا ليه كيفاش والله الدراري تتوحشكم بالله والله ما نكذب عليكم بابا قلت لك شنو واش غنديروا في لاصال غنديروا في لاصال واحد اللعيبه داك البلان ديال ممنوع تجي لابس واحد المارك ممنوع تجي لابس واحد المارك يلا سير البشير الدراري التشالنج ديالنا غيكون غير في البنش بريس بوحدها شحال ناوي تدفع انت شنو الماكس ديالك البنش بريس ناوي تدفع اليوم؟ 1 ريب لا على الاقل المهم 1 ريب ولا شحال من بعد الماكس شحال 1 ريب فيها 110 110 110 انا الدراري الماكس فيه ضرب 110 6 نقاط اسيستي نحاول نضرب 120 نشوف شحال نقدر ندفع فيها انا حاول كلشي غنحاول تما ما كنديرش انا الدراري سترينت سترينت ورك اوت يعني قليل كندير ديك ديال لافورس كي اليوم لا ما ديس لك اوفر مدان دبرنا على دونك دابا ضربنا قهوه ضربنا كل شيء واجدين غندخلوا واش غنديروا جينز اخويا اه لا لا شي الدراري شي هذا هذا لا صافي صافي كبر في هذا الفيديو الدراري خسرت الاوديو ما خدمش جو بونس قال من لي زياس ما عرفتش مالهم المهم الدراري كنقول لكم انا في هذا الفيديو بانه هو العشير كيتهلا في الويكاد ديال بي سي ا ا وصافي حتى واز علي قد شي الا بغيتي بروتين بصاز علي قد قال لكم صافي وصافي قلت لكم وقيله بانني في ايترو كندير جوج سكوبات مع سكوبونس هذا ما كان وهاد فهاد لابارتي هذيك كنت حلف على السلاك قلت لي دبر على دبر على دبر على الدراري باش نقدروا الماكسيو يعني وماكسيموم نقدروا داك الماكسي داك الماكسي غنديروا ندفعوا فيه مزيان البوان اللي قبل من الماكس ما غنضربوش لي بوان بزاف يعني باش ما نعياوش باش تعيش ميسك الهدف ديالنا في هذا ليكزيرسيس هذا الضبط هو الماكس اللي باغي نوصلوا ليه وندفعوا فيه نعطيو جهدنا فيه دونك غنحاولوا غنحاول ما نعيش الميسك قبل ما نوصل داك الماكس جيسبيغ كون شرحتكم مزيان دونك دابا الدراري 80 كيلو جبنيت لي بوان دغيا غير باش نوجد الميسك
العذاب اللي جاي فين غفرك يا مهدي
So find your passion and do everything in your power to be a success at it. Because you can still fail at doing something you didn't even want to do. خويا غيضرب تشيت ميل صيتيني اخويا هاني اخويا انت شوف تشيت ميل از لايف تقجلو بنادم حكا تشيت انت شوف مهدي والله ما ضربت تشيت ميل الا كبرتي فهمتي خصك تزيد اخويا تشيت ميل اخويا ولكن اليوم ما ضربتش انا تشيت ميل حيت اخويا جايب الربة ديالي ما تكبرش لا غير كبرتي اضرب دونات دونات براو المهم جات تاخذ ولكن خليت تندخل داخل المهم دابا حنا الدراري غنستافدو ولكن هادو كاملين ما كيترينيوش غتزادهم شحمة لا حنا اش غنديرو جيمز اخويا جيمز اخويا الدراري الربه ديالي انايا الروز الفطور ديالي اللي كندير قبل في الربدان دونك الروز والصبيط ديال البيض والبيضاج كاملين والدراري كيضربو باكدو شهاوني ولكن دابا كان الدراري بعدا غنمشيو للدار راه حمزه كاس كي عند بلا كنضحكو مع الدراري صحاب الدراري اخويا سميتو كنا مواليد تا هو كيقرا معايا في الليل فين كنمشي معاه في الصوبيا التصويره هذيك وصل لي هاد اللعيبه خويا ثانك يو سو ماتش مشكل هاي الدراري هذا شي مشى نهار فلوغ ديال مراكش ميت اب ديال مراكش اييه ثانكس واخا ضاقني في خاطر الدراري شنو ماكش يقولوا لي كنترينيو مزيان شنو داير ليا شنو هنا اسير الله يحفظك حبيبي تا يا فراس الله الدراري ما شفتوش قبل الفلوغ درنا دار تشالنج هذا تا سالينا لونطريمون داروا هذا و زكريا 20 درهم تراكسي وشكون هي وخسر زكريا وبغاش يعطيها لي والله ما عندي الصرف حق الله ما عندي الصرف ما عندي 20 درهم يعني انت دبدومه قدام كاميرا تخرج عينك انت دبدومه ما عنديش الصرف بقيت نشوف واحد من السيل الدراري مسيط راسي المهم دخلنا للدار بقاو معايا الدراري شويه هنايا وتحركوا باش راح لكم علاش مهدي علاش حمزه وزكريا كيبقاو رايحين معايا مده طويله حيت قراب ليا كيسكنوا غير هنايا قراب وكي مهدي سلاك بعيد شي ثلث ساعه ديال الطريق دونك داك الشيء كيمشي مهدي ديما مكتشوفوش معايا السوسي والدراري حمزه تشوفو معايا حيت ديما قريب ليا وصافي المهم دابا الدراري قرات الماء قلت تقريبا درت فيهم السيطرو قرب ياذن دابا شحال باقي ياذن بقى شي 25 دقيقه يلا نهبط البلا ديالي نضربو وبالنسبه لشي وحدين سولوني على الدواء قال لي الدواء اللي كتاخذ اخويا سويل عندي حساسيه ديال الغبره الدراري دونك ناخذ داك سيزال كيبوق وهذا الدراري باش نيفيتي الكونستيباسيون ها هو
الناس كيجيو كونسيباسيون يقدروا يعاونوا بهذا هذا خفيف حيت كاينين شي وحدين دي لاكساتيف اللي قاصحين المهم هادشي الدراري غير الناس كياكلوا بزاف بحال هذا ما كان الدراري بقا نوريكم دابا ما ننساش الفلوغ اللي فات نسيت غادي نوريكم بلا ولكن غالبا كان نفس البلا اللي كنضرب في السحور ديما سوس بروتين سوس كارز سوس كازين بروتين هذا ما كاين كما قلت لكم دابا غنطلع نجيب القص اللي غنوريه في السحور ديالو غنوريه لكم الدراري وبالنسبه للمسترات اللي كنجبها نوريهم لكم حتى هما ضحكوش عليا نفس حور ديما الدراري الدجاج والبطاطا ولكن وي كانت كنطلعين الحمد لله على كل حال كاين ناس ما لاقينش ما ياكلوا anyway. بحال ديما الدراري رمضان كامل دو سناك تروا ربا تما تكون المهم ربا تكونوا مزيانين لي سناك تما تكونوا مزيانين ديما في لي سناك كنضرب إليت تمر فطور تريني بساعة وصلوا فريما سالي إليت جبنانات اليوم ضربت بساعة في الاخر في الوسط وفي الاخر بساعة وبروتين بار وراها بيض ديال البيض وجبيضه صبيض ديال البيض وجبيضه كاملين والروز ومعهم دونات باش كاربيت شويه وكطلعت لي كالوري من بعد دابا هو السحور ديالي الدراري كون كانت عندنا شي نص ساعه اخرى زيد كون ضربنا سناك الرابع ولكن يعني ماشي مشكل دونك الدراري كنتمنى يكون عجبكم فلوغ ديال اليوم ما تنساوش الدراري تابوناو ديروا جيم و جود ثينكس يا تيكا ان شاء الله دونك ما تنساوش الدراري تابوناو ديروا سبسكرايب نشوفكم ان شاء الله فلوغ جي